إن اللغة المجهولة هي كعادة سرابشة تفصل بينك وبين الآخرين أو كمدرج موسيقي جديد مثير الفضول والاهتمام. إن التمكن من فهم لغة جديدة وإتقان التحدث والكتابة بها يفتح حولك عالماً عجيباً حافل بالأنشطة لم تكن تتوقعوها وبالتجارب المشتركة وبالمعرفة، عالم من الاكتشافات والحكايات والثقافات الجديدة، عالم من أشخاص مختلفين بينهم ولكنهم يشبهونك، عالم من الكلمات الجديدة، كلمات ذات أصوات فريدة ستصبح مع مرور الزمان كلماتك. إن تعلم لغة جديدة ومتعة اكتشاف الذات ورؤية العالم من زاوية مختلفة. شهادة إيلا، اختبار اللغة العربية، هي أول شهادة لتوثيق اللغة العربية المعاصرة المشتركة متوفرة في إيطاليا. فشهادة إيلا شهادة لا حدود لها، لأنها تتماشى مع الإطار الأوروبي المرجع المشترك للغات. فبواسطة هذه الوسيلة المتجددة، أخيراً يمكنك الحصول على شهادة توثق مستواك في اللغة العربية والتنقل داخل مختلف ميادين المعرفة، من مجالات الأدب إلى أهم وسائل الإعلام، ومن عالم التعليم إلى عالم العمل. شهادة إيلا هي المفتاح الذي يمنح قيمة لكفاءاتك. شهادة إيلا تعني التعلم والاستماع. حوار. إيلا لفهم العالم.